متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زالت تحدياتنا ومنافساتنا متواصلة ومستمرة على أرضية ميدان السيح بعنوان كأس وزارة الرياضة. وها نحن نعود لكم في ملتقى آخر وفي يوم ثالث من مهرجان كأس وزارة الرياضة مع سن الإجداع، مع سن الإبداع والإمتاع. وها هو الشوط 11 للإبكار ومسافة 6 كيلومترات هي المسافة المصاحبة لهذه التحديات، هي المسافة التي تقدم لنا هذه المنافسات الحاضرة والمتواجدة في كأس وزارة الرياضة في ميدان السيح. انطلق وإياكم ليرى الانطلاقات، ليرى الأسماء والشعارات الحاضرة المتحدية في هذا الشوط. انطلق ليرى المقدمة، ليرى أول المراكز. هنا يقدم لنا المتحدة ماجد بن محمد بن حمد المري، ينطلق على أول المراكز بالحلفاء بانطلاقة واندفاعة المتحدة. ثاني المراكز وثاني الانطلاقات، ليرى من يقدم لنا انطلاقة الدرعية، ناصر بن راشد بن ناصر النعيمي ينطلق ويندفع على ثاني المراكز وثاني الشعارات. ثالث المراكز وثالث الانطلاقات، كان من قدم لنا انطلاقة شعاره ها هنا من يتقدم بدوره كذلك ويغير إلى ثالث المراكز. ليرى من يقدم لنا انطلاقة ضبا مبخوت بن سالم بن مبخوت الجربوعي المري، ينطلق بدوره، ينطلق بتحدياته على ثالث المراكز. رابع المراكز، ليرى من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة بسملة عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني، وصل شعارك يا بن رفعان، وصل شعار التحديات، شعار النواميس والرموز حاضر ومتواجد كعادته دائما وأبدا بن رفعان إلى ثالث المراكز بانطلاقة واندفاعة بسملة مع المضمر ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري، هو من يقدم لنا انطلاقة شعارك يا بن رفعان. ثالث المراكز، ليرى من الجانب أيمن من ينطلق النعيمية. رابع المراكز، ليرى الوصول، ليرى انطلاقة من يقدم لنا انطلاقة وتحديات الغزيل بشعارك يا محمد بن علي بن حماد الفيد المري، من تنطلق وتندفع على رابع المراكز. وصل كذلك الشعار الذي غير بدوره، الذي انطلق بتحدياته إلى رابع المراكز أو إلى ثالث المراكز. هنا ليرى هذا الشعار يتقدم قليلا إلى المقدمة، ليرى من ينطلق، ليرى من يتسلل بتحدياته إلى المقدمة، خطوة تلو خطوة يتقدم إلى الصدارة ويقترب إلى خط النوماس. هنا مالك الجذابة سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي لجهني يحضر طنر ويجهد على ثالث المراكز، يحضر ويتسلل بدوره بتحدياته، يقدم لنا انطلاقة الجذابة من تنجذب إلى الصدارة، من تنجذب إلى المقدمة، ولكن هناك شعار في الصدارة، شعار كالجبال كالدرع الحصين من دون المركز الأول بن حلفان. بن حلفان يقدم لنا انطلاقة وتحديات المتحدة، ولكن يرى التغيير بن رفعان، بن رفعان إلى المقدمة إلى الصدارة بانطلاقة بسملة، بسملة بسملة بسملة، ولكن بنرويش هد مع الجذابة فعلا تنجذب إلى الصدارة، تنجذب إلى المقدمة، تنجذب إلى التحديات الأولى بشعارك يا بنرويش هد يقدم لنا شعاره ويقود هذه المسيرة خير قيادة بن رويشد، ولكن أرى شعارا مر وعبر كالظباء بخفة بسرعة بتحديات حامية يا مالك محبة. حسين بن سالم بن مبارك الجربوعي المري من يتقدم على أول المراكز وعلى أول التحديات مع لوحة 3 كيلومترات، يا من تنطلق وتندفع على أول المراكز، ولكن بن رويشد ما زال
يراقب ويتابع على ثاني مراكز، على مركز الوصافة بن رويشد يقدم لنا الجذابة بالرفعان بالرفعان، ما زال يراقب ما زال ينتظر الفرصة للانطلاق للتحليق إلى النوماس إلى الانتصار بانطلاقة بسملة، ولكن الرقم واحد يتسلل بانطلاقة الغزيل، هنا محمد بن علي بن حمد آل فهيد المرية، يا من تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى التحديات الأولى، ينطلق يندفع بتحديات بشعار حامل الرقم للرقم واحد وينطلق في المركز الأول. الله يا مالك الغزيل يا من تنطلق وتعلق بدورك، ولكن أرى كذلك شعارات قادمة شعارات واصلة لها ثقلها في هذا التحدي، شعارات تاريخية عملاقة وكبيرة في عالم الهجن في عالم التحديات والمنافسات في رياضة الآباء والأجداد التي تطورت في مدة وجيزة بقيادة أو بأوامر من ولاة الأمر لتواكب رؤية 2030 بتنفيذ من الاتحاد السعودي. الله يا هذه التحديات الشيقة يا الحماس والإثارة مع الأصالة مع الأصالة والأصايل، ولكن ولكن أجواء الثلث الأخير واقتربنا واقتربنا من التحديات الختامية مع انطلاقة وتحديات مالك الغزيل، من ينطلق في الصدارة وفي المقدمة ينطلق ويندفع بتحديات محمد بن علي بن حماد الفهيد المرية. الله غير ابن رويش تغير غير غير، انطلق الى المقدمة الى الصدارة مع الجذابة سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي لجهني، يحضر يحضر بتحدياته، يحضرون يحضرون كذلك معلقين امالهم وطموحاتهم بشعارك ابن رويشد ابن تبوك الورد، يتاملون وينتظرون منك السلام يا ابن رويشد، ولك بالرفعون 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 حاضر بن رويشد في الصدارة وفي المقدمة يقدم لنا تحديات إلى الطائف إلى الطائف، ينطلق بن رويشد إلى النوماس والانتصار بن رويشد مع الجذابة من انجذبت مع مع لوحة الكيلومتر الأخير، من انجذبت إلى النوماس إلى الفوز إلى الفوز يا بن رويشد، ولك بالرفعون قادم واصل. الله يا الوصول، وصلت محبة وصلت محبة، وصل حسين بن سالم بن مبارك الجربوعي المري، وصل كذلك الذيبة، وصلت الذيبة بشعار أربعان، ولكن أعود أعود إلى بالرفعون بالرفعون بالرفعون، بسمله 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 مع أول التحديات، محبة محبة قادمة من الخلف بكل قوة. الله يا الأمتار الختامية يا الأمتار الأخيرة بالرفعان بالرفعان كعادته مع المركز الأول، بالرفعان مع النوماس والانتصار والانتصار، بالرفعان يقدم الأشعار وتحديات ليغرد خارج السربة مع النوماس، بالرفعان شعار الرموز شعار الانتصارات، يحضر يحضر ليضيف هذا الانجاز تلو انجازات سابقة عديدة كثيرة، تهانين ونماس لمالك بسملة عايض بن رفعان بن عايض القحطاني والعصا العصا، تهانين ونماس لمالك بسملة بن رفعان مع الانتصار ونماس للمراكز، كان وصول من قدم لنا انطلاقة شعارك يا مالك محبة حسين بن سالم بن مبارك الجربع المري ثلاث مراكز، كان وصول من قدم لنا الجذابة على ثالث المراكز سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني رابع المراكز، كان وصول من قدم لنا الذيبة محمد بن حمد بن علي أربعان خامس المراكز، كان وصول من قدم لنا شعار على خامس المراكز
وخامس المراكز الحيلة إلى لجنة الخط التحكيم. هكذا وتهانينا والنماس لمن قدم الأشعار في المقدمة، والصدارة تهانينا النماس لمن قدم لنا بسمة عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني من انطلق مع الفوز والانتصار كعادته دائما وابدا بشعار التحديات بشعار الانتصارات بشعار الرموز. وكان من قدم لنا بسملة السلام مع من قدم لنا بسملة المضمر ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري. فتهانينا لمحبين لعشاق هذا الشعار الكبير، شعارك يا عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني من قدم الأشعار وتحدياته والتوقيت الزمني والتواقيت الزمنية ترونها وتشاهدونها على الشاشة عبر القنوات الرياضية السعودية وعبر القنوات الناقلة لهذا الكرنفال ولمهرجان كأس وزارة الرياضة. فتهانينا والنماس لجميع الفائزين.